الأهم من هذا كله أنه سوف يتم محاسبة القوة اللي موجودة هناك، واللي أكيد نتيجة تقصير بجهد معين وبعمل معين سوف يتم التحقيق محاسبتها، والحقيقة منع تكرار مثل هذه الحالات مرة أخرى. السيد اللواء تحدث أنه سيتم محاسبة القادة الأمنيين الذين يحصل في مناطقهم خرق. تعال خلينا نسولف بصراحة، هاي الجهات باكر إذا آمر لواء أو آمر فوج أو آمر سيطرة لزمه وحاسبه، مو هجمون بيت عليه، الدولة توقف له، الدولة تحميه؟ لا طبعا، أحد مشاكل الضباط الآن الموجودين حقيقة في الميدان سواء كانوا داخلية أو كانوا على مستوى الدفاع، أنه هذه مشكلة، يقول لك أنت ما حد يحميني، يعني الدولة مو بظهري، وأنه أنا أكون في مواجهة وأتعرض ربما للإهانة، وبالنتيجة لا الوزير يحميني ولا الدولة تحميني، ولا أنه يكون تكرار مثل هذا الحل. هذه قضية موجودة، أنت الدولة ما جاي هذا الحل. الدولة ما تقدر تواجهه، أكيد الضابط والجندي والنائب عريف بالسيطرة الصخمة تذبها بوجهه، أنت دولة ما تقدر له تحاسب هذا المسكين؟ لا ماكو دولة، لا لا عزيز أستاذ نجم، ماكو دولة ما تقدر له. دولة من تريد ترى أقول لك يصعد ينزل، أعلى سلاح موجود سلاح عشائر سلاح فصائل، أعلى سلاح موجود، ما عنده طيارة، ما عنده دبابة، ما عنده أنه إذا هذه صارت عنده مشكلة واسمها عقيدة عسكرية وغيرها، هذا هو يبقى أنت بالنتيجة النهائية الدولة تملك كل الإمكانيات، لكن قرار المواجهة انه تتخذ الدوله لو ما تتخذ الدوله، هن حاليا ما لهن غير ثالث، لو مواجهه لو احتواء سياسي. هذه الدول كلها انت سمعت في اليوم في ايران، هذه ايران التي هي تقود وتعلن بصراحه تقود محور المقاومه. نعم. سمعت انه اكو فصيل ايراني انه يخالف او يتخذ قرار، اسا الحرس الثوري على سبيل المثال رغم انه مؤسسه من مؤسسات الدوله المرتبط بمكتب الولي الفقيه، انه ممكن يتخذ قرار بدون ان يرجع الى الدوله او يرجع الى مرجعيات العليا، ماكو هيجي بس بالعراق ترى. خلينا اذكرك خلينا اذكرك بقصه، الولد لما كانوا معارضه في ايران وكانت عندهم مسميات وكانوا عندما يريدوا ان يتخذوا او يقوموا باي فعاليه او نشاط او تنظيم مدني او مسلح الا ان ياخذوا الامر من الحكومة الإيرانية. إيش معنى هسه فلتت؟ ذكركم أنتوا حكيتوها، أنتوا قلتوها، ليش مني جيتوا للعراق ما تحترمون الحكومة وفلت الوضع كله وصرتم دولة وحكومة وقوة وفصيل وقرار حرب وقرار سلم؟ تمام دكتور اياد؟ تمام 100%.